لا ما بدك تقول لحدا وين عبير. ابدا. عبير قتلت انور شيء؟ لا. انت قتلته؟ ولا انا قتلته. تعرف مين قتله؟ ما بعرف. انت متاكد انك ما رح تقول لحدا وين عبير؟ حتى ولو شنقوني. هيك بدي اياك. خليك رجال. وانا معك. لا تخاف من حدا. لا تقلقي مدام، عبير بخير. شو عرفك؟ نزار قال لي. ما قال لك وينه؟ المهم انه عبير ما له علاقه بقتل انور. ما قلت لك يا خالي. وانت كيف عرفت؟ لانه بنتي لا يمكن تكون قاتله يا خالي. عفاف روحي طعمي ولادك من الصبح بلا اكل. وعبير مين بده يطعميها؟ ولي على قلبي طلعت من الصبح بلا اكل. يا ترى شو عم تعمل هلا؟ وين بدها تكون هالمسكينه؟ ست انت معلش استعمل التليفون. ولو تفضل. شكرا. على كل انا مضطر اني امشي، راح ابعث لكم اكل جاهز. سلام عليكم. يلا بسام وديني بقى. ماني متزحزح من هون لاعرف شو صار بعبير. خلص خذي تاكسي. مثل ما بدك. يلا. تفضل. كلام سيد. عوالي زار. مازن. اتصل بشرطة المرور بتخليهم يحجزوا هاي السيارة هي واللي فيها فورا. لمين هاي السيارة سيد؟ هاي لعبد الحميد. اوف، ومنين جبت رقمه لنا؟ المي اللي بتصب بطاحونتك لا تسأل عنها. ماشي؟ سيدي أنا خلصت تحقيق مع الشباب اللي جبناهم من المنزول. طلع عليهم شيء؟ طلعوا كلهم بيعرفوا عبد الحميد ودياب، بس من امبارح المساء ما شافوه. ماشي. اللي فيه عليه شيء خلوه بالحجز، اللي ما بيثبت عليه أي شيء أخلوا سبيله. تمام. مليت؟ مثل ما انك شايف. اللي بشوفه انك تحكي الحقيقة ببساطة بتسهل على حالك وعلينا. هي شو؟ وين انصابت عبير وعلى اي مستشفى وديتها؟ ليش عبير انصابت؟ كيف؟ هلا لا تسلبها، انا عم بسألك جاوبني. انت منين بتجيب الاخبار؟ انور لما مات كان معه مسدس وطالع منه طلقة. ما شفته. مسدس؟ انور. شوف انت بالظاهر بدك تصعب الامور على حالك وعلينا. احكيه. صار لك من الصبح موقفني هون، لا فتحت معي تحقيق رسمي ولا عرفت شو جريمتي، وسؤال عم ياخذني وسؤال يجيبني. ما بدي اعرف ليش موقفني هون. حابك عشقانك وعم بتسلى معك. احكيه احكيه. طلعت لي روحي. ولك انت نسيان انه احنا كمشنا معك مسدس بلا ترخيص؟ معي انا؟ انا بحياتي ما حملت مسدس. هذا شو؟ هذا مؤلي. هذا كمشناه عندك بالبيت؟ ايه بس مؤلي. لكن لمين؟ هذا للمرحوم ابي، كان مخبيه ما بعرف وين. ولا ايتوه انتو؟ انت مين معلمك تحكي هالحكي؟ ما حدا معلمني. شو نسيت انه انا محامي؟ محامي؟ محامي من السنة الأولى؟
شكراً سيدي. سيدي وصلنا إشعار من قسم برزي إنه لاقوا دياب مصاب بطلق ناري قدام مشفى ابن نفيس. هو هلا بغرفة العمش. كثير منيح، تاخذي معك عنصرين تستجوبوا فوراً إذا بقدر طبعاً. حاضر سيدي. ألو مازن، اسمعني منيح، الأمور بلشت تتوضح، بدي عبد الحميد فورا. أنا هلأ طالع، إذا احتجتني بتلاقيني ببيت عمتي. وين رايح تركني هون؟ روح على البيت. شو؟ مثل ما عم قلك روح على البيت ولا لا تعمل. عم تحكي جد؟ يلا. ندى، يا ندى، ندى وين أمي؟ شو اجيت؟ هربت؟ ايه هربت. أمك راحت لعندك، اجى رامي أخذها. وين بدي لاقي رامي هلا أنا؟ عود أعمل لك لقمة تاكلها، هلا بيرجعوا. طيب إذا رجعوا خلي رامي يروح لعندهم على البيت بلاقيني عم استناه هنيك. طيب استناه هون. ما بقدر، عندي مشوار ضروري وبرجع، ماشي؟ ماشي. يلا. الله معك. جاي تفتش؟ هالمرة جاي اطمن عليك. أنا بخير، لما عبير بتكون عندي. وأنا بوعدك إني جيب لك إياها لعبير لعندك لهون. لسه ما لقيتها؟ لسه، بس عمتي لا تخافي، عبير قوية وقد حالها. بس عم يقولوا إنه هي ما قتلت أنور، أنت ليش بدك إياها؟ طيب هي ما قتلت أنور، معناها ليش هربانة؟ خايفة منك. ها؟ هي سمعة جديدة. هلأ عبير بتخاف؟ كمال بعد عن عبير. عمتي لا تخافي، أنا بعيد عنها وما بدي منها أي شيء. طيب قول إنه ما بدك منها شيء، خليهم يخبروها لحتى تطمن وترجع. ومين بده يخبرها؟ الناس اللي بيعرفوا وينها. ومين هنن هدول الناس اللي بيعرفوا وينها؟ أبوها، جدة تحسين، وعد، بسام. أيوة، هلا هل كل هدول بيعرفوا وينها وانت ما بتعرفي وينها؟ صدقني أنا وأمها ما بنعرف. ومين قالك إنه هدول كلهم بيعرفوا وينها؟ صار لي 4 ساعات قاعدة بالبيت لحالي، ما حدا بين منهم ولا حدا سأل، كلهم تركوها وهربوا. يا أما كلهم بيعرفوا ما بدهم يحكوا، يا أما عم يدوروا عليها وما لهم عارفانين وينها مثلك انت بالضبط. أنا ما بصدق هالحكي. على كل عمتي لا تاكلي هم ولا يكن لك فكر. مثل ما وعدتك رح جيب لك عبير لعندك لهون. فوت فوت. فكرتك هربان. مساء الخير خالي. شو يا نزار؟ جاي تعزمنا على دفن الرجال اللي قتلته يا مجري؟ ماما، هذا هو اخو البنت اللي بدك تخطبها؟ ما شاء الله، عينك بترفع الراس. امان لفيها اطلع لفوق. شو القصه؟ مين هي البنت اللي بدك تخطبها؟ لا لا لا، ما في شيء هيك، بس مجرد كلام يعني. لا تخاف رامي، انا ماني زعلان من اللي قالته امك، بس احكي لي القصه. اختك ندى عمو، رامي ناوي بعد ما يخلص دراسه يتقدم ويخطبها. بدك تصير صهري؟ لسه بكير على هذا الكلام يا جماعة. ليش لا؟ هذا شيء بشرفني عمو. هلا صار في رجال اعتمد عليه إذا صار علي شيء. طبعا، وانت بالسجن لقيت من يصرف على أهلك ولقيت من يقوم بالواجب. أمل قلت لك لفيها وطلعي لفوق باب. يا خالي أهلي مو بحاجة حدا يصرف عليهم، بعدين رامي صديقي وأخي، وحتى لو ما كان بده يخطب ندى ما في حدا غيره أمنه على أهلي. عن إذنكم. استنى نزار، أنا نازل معك. خليكم بابا، هذا البيت بيتك بيت اصحابك، واللي مو عاجبه الباب بفوق جمل. عمو نزار في عنا غرفة فاضية، إذا بتحب تبات هون أهلا وسهلا فيك. لا عمو، أنا ماني هربان ولا خايف من الشرطة، أنا بس كنت جاي أحكي كلمتين مع رامي ورايح. على راحتك، وأنتي دايما إلي. أنا ما بقدر أروح. لوين؟ لعند عبير. ليش هي وينها؟ بتروح على سرغايا تسأل على بيت تحسين، هو بيدلك على بيت أبوها جابر. طيب شو بده ياخذني بهالليل؟ أخي خود تاكسي بتاخذك وترجعك. طيب خلاص بسأل بابا بلكي بيعطيني السيارة. بس ما تقول له وين رايحة. خلاص
بيت تحسين بعدين بيت جابر. خير ان شاء الله. مين بيجي بهالوقت؟ يمكن جده تحسين. لك بابا هلا راح يعني محله. انا بشوف عمو. شوف عمو. بابا بدي اقول لك شغله قبل ما يرجع بسام. خير بابا شوفي. بسام طلب يتجوزني. شو رايك؟ صارت قديمه يا بابا وانا موافق. لا بابا يعني هو قصده هلا يعني بكره الصبح. الصبح بكره الصبح؟ ايه. طيب وليش مستعجل؟ لا هو مو مستعجل، يعني شلون بدي اقول لك؟ هو مفكر اذا استعجل هلا بيقدر يطالعني من جو الحزن والخوف اللي عايشه فيه، يعني خصوصي هلا. وانتي موافقه؟ اذا ما عندك مانع. خلص يا بابا. مثل ما بدك، بكره الصبح نكتب كتابك عليه. تفضل رامي فوت. اهلين رامي. مساء الخير عمو. مساء النور يا ابني. معقول؟ معقول انت قاعده عم تاكلي والزلمه ما عرفاك كيف بده يوصل لك خبر ليطمنك؟ مين بعتك نزار؟ طبعا نزار، الزلمه محروق دمه بده يجي لهون، ما له قدران نفكر والشرطه ملاحقته. تفضل تعشى معنا يا ابني. شكرا عمو الله يخليك، ما بدي اتاخر، السياره عم تستناني برا. اقعد انا بحاسب السياره بعدين بنزلك معي. ايه كيفك انت؟ انا منيحه، نزار كيفه؟ نزار لما تركه كمال ما راح على البيت، اجى لعندي فورا وطلب مني اني اجي لعندك. شايف بابا؟ هدول رفقاتي. لا هدول اخواتي. نزار ورامي رجال وبقدر اعتمد عليهم. الله يخليكم لبعض يا بابا. رامي بكره انا وبسام بدنا نكتب كتابنا. تعال انت ونزار مشان تكون شهود على العقد. هلا وقتها؟ مو لا تخلص مشكلتك بالاول؟ ما في مشكله. كمال عرف مين القاتل وراح يمسكه. بس اوعك تقول لبسام بعدين بيبطل.